سريعة، محاولة ومرتدة، يتقدم فريق فروزينوني، البحث عن الهدف الثالث، محاولة بالقدم اليسرى. يا سلام يا سلام على الهدف الرائع، الهدف الرائع من اللاعب الرائع نادر جورجيا، يسجل هدف ولا أحلى ولا أجمل تصويبة من خارج منطقة الجزاء، تباغت الحارس كوستيل وتسكن في الزاوية اليمنى السفلى لمرمى مقطوع. يلا 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 يلا، ماذا فعلت يا كريستوفيتش؟ خطف كريستوفيتش في القاتلة، قلت الهدف يأتي في لحظات وجاء من خلال هذه التسديدة. كريستوفيتش أفرح كل هذه الآلاف، العلم الأصفر والأحمر يخفق هنا في ملعب فيا ديل ماري بعد هذا الهدف. يا إذا ما انتهت هذه المباراة بهذه النتيجة، كرة ملعوبة خطيرة، الله مستحيل يا سالي ميكرز، الله الله الله، هدف ولا من الخيال. اللاعب ارتور الى سوتيل، سوتيل والمحاولة، سوتيل يبحث عن زميل، سدد اطلاقه، سجل اول الاهداف. ليفيولا لا يتاخرون، ليفيولا لا يتاخرون، سوتيل يسجل اول اهدافه وربما يقضي على امال نادي ساسولو من اجل البقاء، يقضي عليهم هذا اللاعب. سوتيل ثاني اهدافه، ثاني اهدافه تحت انظار جماهيره هنا في منتصف اداري اخر غريب. الكره منقوله، يا سلام يا عيني يا جونساليس، الثاني يا فيورنتينا، الثاني يا فيورنتينا، المتعه لا تتوقف هنا في فيريزي. صفق واستمتع، صفق واستمتع، هدف للتاريخ، هدف للتاريخ، يسجل يكسر رقم باساريلا، يصل الى 35 هدف.